مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مره اخرى من ملعب الشهيد احمد شكري. فكان لعبوا الدقيقه الرابعه من الوقت بدل ضائع، دائما تعادل صفر لمثله بين فريق نهضه الزمامره وفريق الوداد الرياضي. كاين ضغط في هذه اللحظات في هذه الاثناء على مرمى نهضه الزمامره، ولكن يمكن اعتبار فخر الحارس كنجم ديال هذا المقابلة اللي تصدى وكان سد منيع للهجوم ديال فريق الوداد الرياضي البيضاوي. ففريق نهضة الزمامرة خلال هذه الجولة الثانية اعتمد على الحملات المضادة السريعة عن طريق اللاعب زكريا حدراف اللي دخلوا أمين بن هاشم كورقة رابحة خلال هذه الجولة الثانية. وفي هذه اللحظات يعني في الوقت بدل ضائع فريق الوداد كيحاول يضغط على المرمى ديال نهضة الزمامرة، ودائما ضغط قوي وزاوية لفريق الوداد في هذه اللحظات، يعني لحظات صعبة، اللحظات الأخيرة صعبة على مرمى فريق نهضة الزمامرة، وخاصة الحارس فخر حارس فريق نهضة الزمامرة. وانتم كتابعوا معنا مشاهدينا، احنا دائما معكم من ملعب الشهيد أحمد شكري بمدينة الزمامرة، ودائما يعني زاوية غتنفذ في هذه الأثناء لصالح فريق الوداد، ولكن تدخل بنجاح للحارس فخر حارس فريق نهضة الزمامرة. فخر يمكن القول بأنه سيد هذا اللقاء ويمكن اعتباره كنجم ديال هذا المقابلة. فخر يعود له الفضل في حفاظ نهضة الزمامرة على نظافة الشباك دياله. وكاين احتجاجات يعني في هذه اللحظات من طرف لا الطاقم الإداري والتقني ديال نهضة الزمامرة على الحكم نهضة الزمامرة اللي طالب بضربة جزاء، ولكن الحكم لم يعلن عن أي شيء، وبقات الاحتجاجات متواصلة ديال نهضة الزمامرة اللي طالبوا بضربة جزاء بعدما كان توغل لاعب ديال نهضة الزمامرة وأصبح وجها لوجه مع الحارس وتم الإسقاط ديالو خارج مربع العمليات. ولكن الحكم كان قريب بانت ليه بان ما كاينش ضربه جزاء وما علمش عن ضربه جزاء، وهذا هو الشيء اللي خلى الاحتجاجات كانت متواصله من طرف يعني كرسي احتياط فريق نهضه الزمامره. فكيف كتلاحظوا يعني غليان في هذه اللحظات في هذا الوقت بالذات، خاصه منذ يعني هذه العمليه اللي تكلمنا عليها اللي كانت احتجاجات قويه، ولعل الاصداء كتوصلكم من طرف يعني المرافقين والاداريين والطاقم التقني ديال فريق نهضة الزمامرة اللي يحتاج كثيرا وطالبوا بضربة جزاء. ولكن دائما كما قلنا الحكم كان يعني قريب. زكريا حدراف اللي كيتوغل من الجهة اليمنى وكيمرر، زكريا حدراف يعني خارق متاعب كبيرة وكبيرة جدا في دفاع فريق الوداد، وخاصة في الجهة اليسرى اللي كيتواجد فيها بدر قادرين. فزكريا حدراف رغم انه يعني 34 سنه ولكن كيقوم بمقابله جيده، مقابله كبيره، وكاينه ضربه خطا صعيبه وصعيبه جدا ربما لصالح فريق الوداد امام المرمى ديال فخر حارس فريق نهضه الزمامره. ربما هذه اخر محاوله بعد ما الحكم اعلن على 4 ديال الدقائق كوقت بدل ضائع اللي تم استنفادها، يعني كمل الوقت بدل ضائع يعني 4 دقائق. هذه ربما غتكون اخر محاوله اخر فرصه لصالح فريق الوداد الرياضي. وكاين احتجاجات كما قلنا، دائما الاحتجاج ديال نهضة الزمامرة الطاقم التقني والإداري وكل المتواجدين بكرسي الاحتياط اللي احتجوا كثير على قرارات الحكم ديال المقابلة في العديد من المناسبات. على أي إن المقابلة لازالت متواصلة حتى الحدود اللحظة، دائما التعادل صفر لمثلي، وكان ضربة خطأ يعني على مشارف مربع عمليات فريق نهضة الزمامرة. غينفذوها اللاعبين ديال الوداد البيضاوي في منطقة يعني خطيرة صعيبة جدا، كتجي في آخر الدقائق ديال الوقت بدل الضائع اللي كما قلنا يعني انتهى الوقت بدل الضائع. ربما تكون هذه آخر محاولة غادي
تنفذ، وربما الحكم يعلن على نهاية المقابلة مباشرة بعد القذف ديال هاد ضربة الخطأ اللي الحكم كيطالب اللاعبين ديال الوداد باش ينفذوها. هذه تنفذ صعيبة على المرمى ديال فريق نهضة الزمالك، كما قلنا ربما آخر محاولة تنفذات ومشات فوق المرمى، والحكم في هذه الأثناء يعلن على نهاية المقابلة بالتعادل السلبي 0 لمثله بين الفريقين، بين فريق نهضة الزمامرة وفريق الوداد الرياضي.